إذن مشاهدينا، ميدانيا تطور لافت ومقلق بالنسبة لموسكو، حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن مجموعة تخريبية دخلت منطقة بلغورود الروسية على الحدود الأوكرانية الروسية، واعتبر أن الهجوم يهدف إلى تحويل الانتباه عن احتلال أوكرانيا. وأيضا كما نشاهد هنا على هذه الخارطة، هذه هي المنطقة التي أتحدث عنها. إذن بهذه بالعودة إلى هذه النقطة، إذن هذه المحاولة أو الاختراق يعتبر تطور لافت يعني مساق الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أضاف بيسكوف بأن وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي وحرس الحدود يتخذون كل التدابير الضرورية للقضاء على المخربين. هنا مشاهدينا، بحسب المعلومات الأولية، فإن المسؤولين عن الحادث ينتمون لجماعات قومية روسية تقاتل في أوكرانيا، هما فيلق الحرية الروسي وفيلق المتطوعين الروسي. هنا أيضا للتذكير بأن هذه الجماعات هي جماعات قومية متطرفة بحسب طبعا روسيا، سلط الضوء عليها ببداية الحرب الروسية الأوكرانية، تضم طبعا متطوعين كانوا يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني في بخموت وقتلوا بشراسة، وينتشرون طبعا في دونباس، وهم اليوم بحسب القوات الروسية مسؤولين عن هذا الهجوم في مدينة بلغورود. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.